شاهدوا نمط الحياة البدوية وارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة. عمر صوافطة عازف الشبابة واليرغول، أحمد عامر الفنان الشعبي، يوسف صوافطة زجال، وعماد دار خليل كمان زجال شعبي. قليلاً عن فرقة السامر حتى تتعرفون عليها. الغناء هو أصل فرقة السامر ومنبعه ومنشأه من شبه الجزيرة العربية، يتم تقديمه بطريقة تقليدية من قبل مجموعة من الرجال تتجمع في دائرة ويحركون أيديهم وأجسادهم بطريقة منظمة. إن الموروث الموسيقي الشعبي في فلسطين متنوع في مضامينه التي تغطي مجالات الحياة للشعب الفلسطيني، وهذا ما دفع عدة فنانين إلى توثيق هذا الفن وتوثيق صورة وملامح المجتمع الفلسطيني. تقدم فرقة السامر مزيجاً من الموسيقى الشعبية الفلسطينية، منها فن السامر، الحداي، البدوية والدحية، وتسعى إلى توثيق الموروث الغنائي الموسيقي الفلسطيني ونقله للأجيال القادمة. أهلاً وسهلاً واستمتعوا، وكتير مهم يكون شوية هدوء عشان نقدر نستمتع بقوة. أهلاً. أسماء العازفين مهم كتير لأنه هذا عمل متكامل. إبراهيم الفروخ، أحمد عامر، عمر صوافطة، بعدين جهاد شعيبي، ومين آخر واحد ما ذكرته؟ الكل ذكرناه؟ تمام. علاء بدارني المصور، أحد الداعمين المهرجان، أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا. أول إشي مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم.